في بدايتك تعرفت لنفسك؟ انا عمر عبد العزيز ابراهيم. تمام. عمر انت يعني قول لي عنوان البيت ان احنا موجودين فين، ايه اللي حصل؟ 2 شارع الشيخ احمد تاج الدين، متفرع من شارع بس تاني معلش الظاهر بيومي. الظاهر بيومي متفرع من شارع الظاهر بيومي. تمام. احنا معانا كنت الحضره صح كده؟ الحضره. تمام. قول لي بقى ايه اللي حصل في البلكونه. هو حصل اصلا كان في كسر فوق، كان هم في كان في السطح معمول وكان محطوط عليه طبق دش وسايبين عليه طلقين عليه الميه على طول. قلت يا جماعه الحيطه دي هتقع، السقف ده هيقع بتاع السور. وكلاتهم بعد كده كسرين لي فوق فوقيه فوق السقف بتاع بلكونتي حته طوبه متشاله من 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 من, من تحت. طب دي اتشالت ازاي من ما بين كل الطوب والميه برضو نازله عليها؟ يا جماعه يا جماعه كل ده علشان خاطر البيت يقع، عشان خاطر يقولوا يجيبوا قرار هدم. ما عرفوش يجيبوا قرار هدم قبل كده، واحنا جبنا لجنه ثلاثيه علشان تشوف خبراء كاملين. وجوم مشو لما لقوش في الشقق شروخات خالص ولا البيت كله شروخات، وقال البيت يبقى الوضع كما هو عليه. عايزين التانيين ما رضوش بالترميم، وجالنا قبل كده قرار ترميم. بعد كده قام جايه البلكونه اللي هي بتاعت السطح وقعت على البلكونه اللي تحتيها. طبعا دي بايشه ودي بايشه، وقعت على في الشارع تحت. ناس قال لك البيت بيقع لان هم مطلعين اشاعه ان هم هيجيبوا قرار هدم ويجيبوا قرار مش عارف ايه. هدم 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 هدم. انت ساكن في الدور الكام؟ انا في الثاني. ثاني. تمام. البيت بقى له قد ايه موجود يعني؟ انا هنا عايش انا بقى لي يعني 50 سنه. تمام. فانت شايف ان هم اصحاب كانوا بيحطوا ميه على ال ايوه هو ميه الشتاء كمان. ميه الشتاء او السطح وريت حضرتك الزرع اللي طالع من في بلكونه بيطلع لها زرع من في الارضيه، التراب مطلع زرع فحتين والميه بتدخل من ما بين البلاط عندهم اهي. ما موريك الردم وموريك الزرع. انت بتطالب بايه طيب؟ او انت بتطالب بايه؟ الضرر يخف عني انا دلوقتي. الكوبستا بتاعتهم في الدور بتاعتهم بتاعت الدور الثالث نازله على البلكونتي، هتاخد الكوبستا الثانيه وتنزل على بلكونه تجيب لي بقيه بلكونتي. وبرضه هقول لك البيت بيقع علشان خاطر الحاجات بتقع من فوق. ادي انت شايف الناس بتفكر ان البيت بيقع. تمام. كل ده عشان حته بلكونه. ما 500 بلكونه اتهدت وقعت لوحديها في الشتاء، بس وقعوا مش بفعل فاعل. انا دي لو جت معاينه هتعرف ان يا اما هيعرفوا ان بفعل بلكونه طلع فيها زرع في الارضيه. يعني الميه رايحه جاي ليل نهار هي اللي باشه. اشمعنى البلكونه دي اللي باشت؟ الحته دي بالذات اللي باشت هي الحته اللي مكسرين فيها. تمام. ومكسرين برضو الكوبيستا بتاعت السطح هنا عشان الميه تنزل على السلم وتبوظ السلم، بس السلم بسم الله ما شاء الله جامد برضو. مش الحمد لله لحد دلوقتي. وانت شايف ان البيت الشقه كلها ما فيهاش شروخات؟ انت شايف ايه حضرتك؟ الشقه ولا شرخ فيها. وبعدين انا عفى عن الخبره، ما ثلاث خبره جم من المهندس من الحي ومهندس من كليه الهندسه و الثلاثه جم وبصوا وعينوا وطلعوا فوق وطلعوا شقه شقه واوضه اوضه. تمام.